عند أبرز ما يكتب حاليا على مستوى الصحف الأوروبية مشاهدينا الأعزاء بما يتعلق بضيفنا هنا في الاستوديو السيد أرسن فينجر. بيل تقول لماذا فينجر هو الحل المناسب بالنسبة لفريق بايرن ميونخ مع تعادل الفريق عن النتائج المنتظرة مقارنة بما حقق في حقب سابقة خاصة على مستوى الشامبيونز ليج. أما الغارديان فتقول فينجر على رائحة بايرن ميونخ كبديل لكوفاتش في حالة تم الاتفاق على ذلك الانتقال. أما في بيلتش ريبورت بايرن ميونخ يفكر في فينجر كبديل لكوفاتش. سيد أرسن لن أسألك عن صحة أم عدم صحة هذه الأنباء، دعني أسألك أولا إن كنت افتقدت واشتقت كثيرا للتدريب والعمل في كرة القدم. Yes, I came here to speak about جئت إلى هنا لكي أتحدث عن المباراة، ولكنك دخلت في هذا النقاش بقوة وضعتني تحت الضغط. لا لا. المباشر. أنا سأعيد سؤالي. سؤالي لك، هل اشتقت للتدريب؟ Of course. بطبيعة الحال أنا أفتقد للتدريب لأنني قضيت مشواري في التدريب، وكل من درب فإنه يفتقد للتدريب. في بعض الأحيان يكون الافتقاد إلى هذه المهنة كبير، وفي بعض الأحيان لا يكون كبيرا، ولكن أيضا أنا أستمتع بما أقوم به الآن. ولكن من ناحية أخرى، مباراة كرة القدم والفوز في مباراة كرة القدم وتجهيز الفرق للفوز وتطوير وصقل مهارات اللاعبين والوصول إلى الرضا هو شيء تفتقده في الأيام هذه. إذن بطبيعة الحال يمكن القول أنني كنت مسؤول على فرق لمدة 32 سنة، وأيضا توقفت أو 36 سنة وأنا أدرب فرق مختلفة. حتى إذا كنت أفتقد إلى هذا التدريب، ولكن الضغط رفع علي، الناس يعرفونني يقولون لي الآن أنت تحس بأريحية كبيرة. ليس من حقي أن أسألك عن صحة أم عدم صحة أخبار انتقال إلى بايرن ميونخ، لكن سؤالي هل سنراك مدربا مع بداية الموسم المقبل من جديد؟